بنتي هذيك دي والكبده ديالي وانا ضارب عليا من العذاب من النهار اللي عقلت راه يا هذيك اي واحد راه تاثر في بنته قلبت عليها تما كانوا شي بنات كتلاقى معاهم شي عيالات وكنت قلت لي يا بنتي هذوك الناس بعدي منهم بركي في ما حالكم ما تشيش عندهم كتقولي انا راه كنريع عندهم تحاجم بيني وبينهم لا هو عدى شي علاقة مع شي بنت ولا شي مرا ولا شي ولد هو اللي جرى عاودي تخدمي والله أعلم تاني أنا ما نقلش ندي التقليد ديال شي واحد واللي شايف عليها شي حاجة الله يرحم ليه الوالدين يخبرنا وكل شي عدوا البنات وعدوا الولاد عدتهم منطعشر عام هي كانت تقرا في مكناس واحد شوية خرجت من, من القراية خدمت واحد ثلاثة أشهر في المخبازة رجعت قالت لي يا بابا صوب لي لاكارت جيت صوبت لها لا كارت قالت لي يا بابا انا مريحه عندك مع فين غاديه واحد شويه تهزت زادت ما عرفتش شكون اللي خرجها واش خرجت الراسة ولا شي حد الله اعلم انا البارك اللي بغيت ندير لك ندير لك واحد شويه اختفت بنتي نداء لنوجه لبنتي ترجع ما لا والو مرحبا بيك بنتي رجعي ما تخافيش يا بنتي انت ما ندوي معاك ما نكلمك دارك كما وانا باك وخوتك قولي شاب على شي حاجه خبرنا الله يرحم الوالدين سميتها سهام الحلفي اختفت نهار عشرة شهر تسعود شافوها شي ناس خرجت مع شي سبعة ونص تقريبا من المحال انايا انا وداتني ميقات هذيك الربعة ونص مشيت لا أربعة العونات قالت لي يا بابا لا بغيتي تمشي للسوق نو تصير قلت لها انا باغي نمشي للسوق بغي ندخل واحد الدري خوها المدرسة من اللي رجعت ميقات هذيك الحداعش ونص كان قلب على بنتي في في المحل ما صدتهاش بديت نسول شي ناس قالوا لي ودي كانت واقفه مع واحد من طاكسي نهار اثنين عطاها الفيزيتا ديالها قالت لي نمشي للمكناس نهار الاربعه باش كتمشي بكري يا لا ودي ما كانش بكري باش ما كان ليا في التليفون خلات عليه هو مشات جابت نمره من عند واحد مون خور من عند المراه ديالو قال لها فين غاديه قالت لي انا باغا نمشي للدار بيضاء وبنمشي لمراكش قال لها ودي لا بغيتي تمشي لمراكش سيري لسيدي فانور قالت لي لا راه كاين شي ناس في الدار البيضاء كيتسناوني باغا نمشي معاهم لمراكش قال لي انا غنصيفطك مع واحد مون اديك يديك للدار الدار على ذاك مون طاكسي داها الدار قال لها فين قال لي فين حطيتها قال لي حطيتها في المحطة ديال ولد زيان ولاد زيان، أبنتي لكنتي تسمعي النداء ديال باباك جي مرحبا بيك وتا حاجة ما تلوطك، ونتي قلتي لي انا يا باركة عندك معدي فين نمشي، وكنت واعدتك بنتي باش انني نصاوب لك شي ما ديال البيع والشراء ونطي خليتيني ومشيتي عليا ملي مشيتي عليا انا دركا ما كان ناكل ما كان نعس ما والو هذا ما خسرت بنتي الله يرحم والديك لما رجعي ماما تقلب عليك وخوتك يقلبوا عليك وحناك مريضه بالقلب واللي بغيتها بنتي ما مطلوبتك مني اللي بغيتي ندير لك رجع الله يرحم والديك انا ما خسرت لكم حاجه من لي نهار اللي عقلت وانا نجري كان قريتكم صيفت لكم في الفلوس ومالك يا بنتي خليتيني في هذه الحاله الله يرحم والديك واللي شافه اتصل بي اتصل فا... بالشرطه وقول لها رجعي تا حاجه ما تلوطك مني ما ندوي معاك ما والو اللي بغيتي ندير لك يا بنتي انا وعدتك بغيتي تريحي ندير لك محل ديال البيع بغيتي مرحبا قول بغيتي يا مرحبا والسلام عليكم قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الاعجاب